السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات دراستنا في مادة العلوم. حلقة النهاردة والحلقات الجاية إن شاء الله هنبدأ نتكلم فيها على فرع جديد من فروع الفيزياء وهي المغناطيسية. بمرور الحلقات هنبدأ نتكلم عنها وعن علاقتها بإنتاج الطاقة الكهربائية. إنما في البداية هنبدأ حلقتنا مع التعرف على المغناطيس والمواد المغناطيسية، وده موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله. أشكال المغناطيس اللي كلنا بنستمتع بيها أثناء لعبنا أو أثناء استخدامنا ليها بتكون شكل من أربع أشكال، إما بيكون على شكل قضيب أو على شكل حدوة الحصان أو على شكل هذه الأسطوانة القوية أو على شكل حلقة. أشكال المغناطيس موجودة معانا في أربع أشكال. أما دلوقتي هنبدأ نتعرف على استخدامات المغناطيس. بالفعل هو موجود في حياتنا اليومية وليه استخدامات كثيرة جدا، يعني ممكن نجدها في لعب الأطفال المتحركة، يعني بيكون في ملف داخل اللعبة بيكون داخله مغناطيس صغير يستطيع تحريك هذه اللعبة بطريقة معينة. ممكن نجد المغناطيس في مكبرات الصوت اللي بتعمل بالكهرباء وغيرها من الأجهزة الكهربائية المختلفة زي مثلا الجرس الكهربي. بنجد استخدامات أخرى للمغناطيس زي مثلا القدرة على رفع الأجسام المعدنية الثقيلة جدا أو الكبيرة مثل السيارات القديمة والمستعملة. لما نحب نعيد تدويرها بيكون عندنا مغناطيس كهربي ضخم بهذا الشكل يستطيع التقاط هذه الأجسام المعدنية الكبيرة. بالإضافة إن أنا عندي استخدام مهم جدا في عملية الصناعة، إن من خلال أيضا المغناطيس القوي اللي موجود معانا في هذا الجزء نستطيع فصل وتمييز الأجزاء المعدنية المختلفة. يعني مثلا بيكون هنا عندي سير أو حزام متحرك عليه العديد من العبوات المعدنية، منها من الفولاذ ومنها من الألمونيوم. طبعا المغناطيس له القدرة على جذب بعض المعادن مثل الفولاذ ولا يستطيع جذب المعادن الأخرى مثل الألومنيوم، فاللي بيحصل عندنا إنه بيستطيع فصل هذه المعادن عن بعضها البعض. والعديد من الاستخدامات الأخرى للمغناطيس اللي ممكن تبحث عنها بكل سهولة. أما دلوقتي هننتقل مع بعض إننا نتعرف مفهوم المغناطيس ومفهوم المواد المغناطيسية. المغناطيس نقدر نعرفه ونقول إنه جسم بيظل ممغنط لفترة طويلة، يعني له القدرة على جذب المواد المغناطيسية. أما تعريفنا للمواد المغناطيسية نقدر نقول إنها المواد التي تنجذب إلى المغناطيس. فبالتالي هنجد إن إحنا عندنا نوعين من المواد، مواد تنجذب للمغناطيس ومواد أخرى لا يجذبها المغناطيس. بشكل عام بنجد إن المعادن بعض منها له القدرة إنه ينجذب إلى المغناطيس مثل الفولاذ أو الحديد، أما باقي المواد الأخرى مثل المطاط أو البلاستيك الورق والقماش وغيرها لا يوجد لديها القدرة على انجذابها للمغناطيس. تعالوا نشوف دلوقتي سؤال بسيط يأكد معلومتنا. تصنع مشابك الأوراق من مادة مغناطيسية، ما هذه المادة؟ معلومة تضيفها ليك إن هذه المشابك بتصنع من الفولاذ الغير قابل إلى الصدأ. هل العبوات المصنوعة من الفولاذ مغناطيسية أم غير مغناطيسية؟ طبعا إجابتنا إحنا جاوبنا عليها في السؤال السابق، لأنه بما إنه بينجذب إلى المغناطيس إذن بيعتبر الفولاذ مادة مغناطيسية. أما العبوات المصنوعة من الألمونيوم اللي سبق وتعرفنا عليها في بداية حلقتنا اللي بتسير على هذا الحزام المتحرك، بما ان المغناطيس لا يجذبها فبالتالي تكون مادة غير مغناطيسية. ممكن تقوم بعمل اختبار بسيط بوجود احد اشكال المغناطيس اللي شفناها في بداية الحلقة وتبدأ تختبر بعض المواد اللي موجودة معاك في المنزل، هل هي مواد مغناطيسية او غير مغناطيسية. نمط اخر من الاسئلة، يختبر محمد مواد مختلفة لاكتشاف اي منها مغناطيسي. اكتب جملة لوصف ما يجب أن يقوم به محمد. أكيد طبعا هيبدأ يقرب المغناطيس إلى بعض هذه المواد ويرى إنها تنجذب أو لا تنجذب. إذا انجذبت ستكون من المواد المغناطيسية، وإذا لم يحدث لها أي انجذاب فبالتالي تكون مادة غير مغناطيسية، وده الأمر اللي أنا دعوتك إنك تنفذه في اللحظات السابقة.
أما هنا معانا جدول، الجدول موجود فيه عناصر عديدة جدا يكون منها مواد مغناطيسية وأخرى غير مغناطيسية. تعالوا نختبر هذه المواد من معلوماتنا ونبدأ نشوف يا ترى أي منها يتم جذبه إلى المغناطيس. هنجد أن قطعة النقود النحاسية لا تنجذب للمغناطيس. أما مشبك الورق المصنوع من الفولاذ اتعرفنا في حلقتنا أنه فعلا ينجذب إلى المغناطيس. الألومنيوم أيضا لا ينجذب إلى المغناطيس، والبلاستيك والخشب أكيد أيضا مواد غير مغناطيسية. أما المسمار الحديدي بالتأكيد ينجذب للمغناطيس، أما الماء مادة غير مغناطيسية. وزي ما قلت لك ممكن تختبر العديد من المواد الأخرى. اذكر اسم عنصر آخر يمكن جذبه بواسطة مغناطيس دائم وعنصر آخر لا يمكن جذبه، بمعنى ان احنا عايزين عنصر غير هذه العناصر يتم جذبه بواسطة المغناطيس، ممكن تكون مثلا إبرة مصنوعة من الفولاذ. أما العنصر الذي لا يمكن جذبه للمغناطيس ممكن قطعة قماش أو خيط أو بلاستيك أو مطاط أو غيرها من المواد الغير مغناطيسية. أما دلوقتي معانا تطبيق حياتي مهم جدا وبنستخدمه بشكل يومي. النهاردة هنعرف تفسيره العلمي، وهو باب الثلاجة، وهو دايما بيتقفل بعد ما بيتم استخدامها. ليه؟ لأن موجود داخل هذا الباب شريط ممغنط موجود على الطرف بهذا الشكل. أما هيكل الثلاجة نفسه فهو بيكون مصنوع من الفولاذ. يبقى كده عندنا فولاذ وعندنا مغناطيس، فبالتالي هيظل هذا الباب مغلق بعد استخدام الثلاجة لسبب بسيط جدا، هو انجذاب الهيكل الفولاذي أو المصنوع من الفولاذ إلى المغناطيس. جولتنا في حلقتنا كده انتهت بعد ما اتعرفنا على المغناطيس وأشكاله واستخداماته، وعرفنا الفرق بين المواد المغناطيسية والغير مغناطيسية. إن شاء الله الحلقات القادمة بنكمل هذه المواضيع. أتمنى تكون الجميع استفاد من حلقتنا النهاردة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.